مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي ليلة، واللي بيشرفني فيها كالعادة كاتب صحفي كبير ناقد رياضي ممتع تسمع له وانت قاعد كده تستمتع بكل آرائه المميزة والفنية والتحليلية بشكل رائع جدا. ضيفه وضيفكم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام منورنا ومشرفنا، وأنا سعيد دايما كده في كل مرة وأنا قاعد معاك. العفو، أنا اللي ببقى سعيد معاك ومع المجموعة المحترمة اللي يعني بتتولى إمرة إعلام، حتى لو قلنا أنه إعلام فئوي زي ما بيتقال أو قناة نادي، هو النادي الأهلي بعراقته بتاريخه بحاضره وما ينتظره من مستقبل، لكن تبقى فكرة محترفة محترمة. الحمد لله، قدر الإمكان بنحاول بس نوصل للمشاهد رسالة ومعلومة مفيدة وتحليل راقي يعني يعبر عن مكانة النادي الأهلي بشكل عام وإعلامه من خلال قناة النادي الأهلي. الأشياء لا تتجزأ، هتلاقي يعني المؤسسات تعرف بتكوينها، الحمد لله، فتجد البوابات زي الخبراء زي الفنيين زي الذين يعملوا في كل المهن زي كل مناحي الحياة داخل المنظومة، لا فرق بين يعني فرع وأصل، لا فرق بين وظيفة وأخرى أو حتى ما يسمى بمكتب وآخر. يعني طالما بتمثل النادي الاهلي لازم تتعامل بمبادئ النادي الاهلي، مؤكد ما لهاش حل يعني. بالظبط كده. طيب عندنا ملفات كتيره جدا وموضوعات مهمه في التوقيت ده بالذات، لكن عايز ابدا معاك. منذ قليل كان معايا مداخله مهمه جدا مع الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات، والفكره مش في الاعلان عن ضم محمود متولي للنادي الاهلي في الساعات القليله الماضيه، لا الفكره كمان في التعاون المثمر ما بين اداره النادي الاهلي واداره النادي الاسماعيلي، والبروتوكول اللي اعلن عنه كابتن امير توفيق اللي من المنتظر ان شاء الله تطبيقه خلال الساعات القادمه، وإدارتين على أعلى مستوى من الاحترافية من العمل، النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي قطبين كبيرين في الكرة المصرية. تعليقك على هذا الموضوع وهذا الشأن والبروتوكول ده تحديدا، كيف يستفيد الإسماعيلي خلال الفترة القادمة للنادي الإسماعيلي يهمنا كمان على المستوى الفني يكون منافس قوي في الدوري، كرة الإسماعيلية أو كرة السمسمية لما بنحب نسمع كده ونشوف السمسمية والفراولة والمانجا وبرازيل وبرازيل العرب كل حاجة ممكن تقولها عن النادي الإسماعيلي. طبعا طبعا بالظبط كده. طبعا شوف، هي اصلا الحكايه يعني ليها اكثر من جزء. عارف انت لما تقول مثلا هناك كتاب على اجزاء او قصه على اجزاء، لا ليها اكثر من جزء. ليها جزء في الكلام عن يعني ماضي ان الاسماعيلي لم يستقبل في النادي الاهلي، بينما النادي الاهلي يعني بعد حرب 67 لم يكن لديه بالمناسبة، وكل من عاشوا الفترة دي حتى أو طلع عليها تاريخيا هو ملعب وحيد، وكان هناك ملعب آخر داخل النادي للهوكي بحسب ما أتذكر، وأيضا كان بيتدرب فيه الناشئين صباحا اللي هو بقى جزء من الجنينة دلوقتي وحاجات كده في مقر الجزيرة يعني. تمام. ومن ثم ما كانش فيه ملاءه انه يبقى فيه يعني مكان لتدريب الاسماعيلي، لكن ما اتذكره جيدا نقلا حتى عن قراءاتنا واطلاعاتنا منذ احبابنا المهنة والرياضة قبل المهنة، انه بالفعل كان هناك اوقات يأتي الاسماعيلي ليلعب في ملعب التتش او استاد التتش، ايضا حين استعان النادي الأهلي بنجم يعني يكمل به الشكل أمام فرق يعني كبرى بحجم سانتوس البرازيلي، استعان بالكابتن علي أبو جريشة، حين استعان الإسماعيلي في جولته الأفريقية استعان بالكابتن هاني مصطفى. لا ده يا جماعة يعني تاريخ. ما هواش بيتحكى كده أساطير، لا دي حاجات ملموسة يعني وقائع ملموسة يمكن العودة إليها. مرت بحلوها ومرها، واستقر النادي الإسماعيلي في مركز شباب الجزيرة بملاعبه الواسعة، بل واستثمر في مبنى، وكان هذا المبنى في واحد من أهم دكاترة العلاج والعلاج الطبيعي وقتها دكتور سيد مصطفى رحمة الله، نجوم العالم بما فيهم كابتن حمود الخطيب ربنا يديله الصحة، رأيته رؤى العين، كنت أحد يعني ناشئي المقاولين العرب، وكان ده ملعب المقاولين العرب برضو مركز شباب الجزيرة، بس ده بعد الإسماعيلي، لكن الإسماعيلي راح المنطقة بتاعت مركز شباب الجزيرة، ومن ثم بات الإسماعيلي لديه على الأقل مكان أثناء التهجير. ده حوار للتاريخ يجب أن يتذكره جيدا كل أبناء الإسماعيلية الكبار ويحكوه لأولادهم، لكسر هذه الغصة اللي فيه يعني معاني هي مش موجودة. بعد كده
حدثت احوال كثيره، منها مثلا وقع برضو قراناها لكن ربنا يمد في صحه من عاشها، رضا وما ادراك ما هو رضا، رضا الاسماعيلي، رضا وشحته رحمه الله، كانوا علامات كده كبيره يعني في كره القدم المصريه والاسماعيلاويه. بالتالي جاء للنادي الاهلي في ازمنه ما يسمى بالاستغناء، اللي ايام ما كان الناس بتحكي قصص كده زي السينما عبد البقال والكبار رحمه الله، ازاي بيخطفوا اللاعب ويخبوه وكذا. جاء رضا الى النادي الاهلي فاعاده النادي الاهلي حتى لا يكسر ظهر الاسماعيليه الكروي في واقعه تاريخيه محدده لها شهود وكذا. اعتقد في العام 2007 شرفت، وهي كانت المره الاولى يعني وربما لم اكررها مره اخرى، يعني جاء رجل للاعمال يحيى الكومي وقال انه عايز يستثمر في كره القدم وعايز يستثمر في النادي الاسماعيلي، وكنت ساعتها بنتقد فكره ان الاستثمار لا يجب ان يكون اللي هي فكره ايه اللي معاه قرش محيره، يعني فكره واهب الحياه ويقول لك انا هصرف وهعمل، لا هتصرف وتعمل عشان ايه؟ عشان تعمل مؤسسه استثماريه زي بره، عشان يبقى عندك ميزانيه، عشان يبقى عندك نجوم، عشان تبيع وتشتري، عشان تزود البث، عشان تزود التذاكر، عشان تبيع تيشيرت وما يسمى سوفونير او هدايا وكذا، او يعني كل ما يمكن ادراكه من التسويق بمعناه الحقيقي. وكنت انتقده كثيرا، فقال لي يعني كده بالنص يا اخي، هو انا يعني اقنعك ازاي؟ قلت له لا تقنعني لو العمل ده، قال لي طب ما هو يعني ما حضرتك، طب ما تمد ايدك معانا. قلت له انا تحت امرك، امد ايدي معاك. قال لي طيب تحب تشتغل يعني البارتينر او المستشار الاعلامي لينا؟ قلت له اتعين بقرار مجلس اداره علشان يبقى ليا ما يسمى شروط وعليا التزامات. وبالفعل وانا فاكره والكابتن انوس حي يرزق والكابتن علي غيط، صدر قرار المجلس ساعتها انوس مديرا للاسماعيلي لنادي الاسماعيلي، وشلتوت اسمها ايه مستشارا اعلاميا ومتحدثا رسميا عن مجلس الاداره. بدانا في الترتيبات وعملنا بريس سنتر وعملنا منظومة إعلامية وموقع الإسماعيلي، وهو الآن والأخ الكبير رجل المحترم زميل طبعا في الإعلام مع أنه حكم من الكبار محمد بشاري موجود، يعني جبته وأجللته وكل الزملاء من جيلي والجيل الأكبر مننا والشباب، وعملنا المنظومة دي مع بعض وبدأنا نحلحل فكرة كيف يكون هناك احتراف كامل ومؤسستين بحجم الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي بينهم عركه، من يلقي فيها بطوبه او لو قلنا حريق من يلقي عليه بكوب من الغاز هو مستفيد. بدات اقول له ماذا لو بات هناك ما يسمى بسوق احتراف زي كل العالم يا يحيى بيه؟ قال لي انا موافق. الحمد لله وقتها كان الكابتن حسن حمدي رئيس نادي وكابتن خطيب نائبا معه، من قبل ما ركز معهم في الحوار او قالوا لي احنا جاهزين وفورا، قلت لهم طب ماذا لو زار كبيرة عائلة الاهلي حسن حمدي والخطيب اسماعيلية؟ مش هنقول بقى في ارض محايدة، مش هنقول، مش هنعيد، هذه هي اليد الكبرى، هذه هي يعني منطق النادي الذي يمثل لباقي الاندية الاخ الكبير. تمام. قالوا لي فورا، عقدنا الموعد والحقيقه اعلنا عنه يعني في وقت محدش يلحق يفشل الموضوع، وحضر كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب الى الاسماعيليه في يوم مشهود، كل معارضي هذه الحاله كانوا بيتحايلوا على العبد الله انهم يجوا يحضروا اللقاء، اجلت بعضهم ساعه وساعتين لحين وصول الكباتن، ثم التقاهم مجلس الاداره والسيد يحيى الكومي وقضينا اليوم ورحنا هيئه القناه بعد توقيع بروتوكول دونما اوراق يعني، وتحدث كابتن حسن حمدي وتحدث كابتن خطيب وتحدث السيد يحيى الكومي، نتج عنها شراكه واعلان يشبه ما اعلنه الان امير توفيق عن فكره الاسماعيلي اولا. الاسماعيلي اولا. اولا وخمس لاعبين من النادي الاهلي في صور كده بيتصوروا وهم بياخدوا تيشيرت الاسماعيلي زي الانديه الكبرى زي الانديه العظمى، وبالتالي بات يعني النفق المظلم ما اتشال من عليه الغطا، فما بقاش نفق، بقى حاجه الشمس، ومش هقول لك بقى النور، الشمس نفسها كشفاها. واستمرت العجله دي في الدوران، لكن لاني بحترم فكره التخصص، حين
دخل على الخط اللي عايزين يبوظوا الطبخه دي، وبدا السيد الكومي يتحدث في البرامج ردا عن اشياء، من الرد على الكابتن سيد معوض وهو حي يرزق يعني الان، تحدثت معه بشان الانتقال. فوقتها كان اللاعبين يتمنوا الاحتراف مش بس في النادي الاهلي، يتمنى غد يعني غد افضل في فكره الراتب زي اي وظيفه يعني. بالظبط. وبالتالي بدات اقنعهم، يا جماعه انتوا ليه عايزين شعب الاسماعيليه يبقى مأزوم مع انه بيحبكوا؟ انت ليه ما تقولوش انا احتاج اني اعمل لاسرتي شيء ما، انا احتاج تعديل مصاري؟ وبالتالي كان ساعتها السيد يحيى الكومي يسعى في انه ياخد من الدوله، وخدته ورحنا للسيد المحافظ وقتها، ياخد مشروع، يبقى مكاسب المشروع ده اللي بتصرف، لقطع فكره ان واحد يصرف من عندياته، لانه طب هيصرف من عندياته ليه؟ فالراجل قال لي لا انا مش عشان، قلت له خلاص يبقى الدوله تديك مشروع تساهم فيه انت كمستثمر، لكن يبقى اغلب واعم مكاسبه دوران مع الاسماعيلي. وبالتالي بدانا ندور الماكينه دي، وبدا تغيير هذا المستوى من الحوار، وبدأ يتحدث اللاعبين عن فكرة الانتقال مقابل حافز أكبر، مقابل ربما نقلة فنية نوعية أعلى وراتب أعلى. هو أنت بتلعب كرة ليه؟ وأنا بشتغل مثلا صحفي ليه؟ وحضرتك بتشتغل إعلامي ليه؟ لأنه لدينا شغل احترافي. وبدأت العجلة تدور إلى أن حد دخل على الخط واقنع السيد يحيى الكومي ربنا يديله الصحه انه لازم هو اللي يتكلم ولازم، فدخل على الخط وقال اه، وحد كده راح مسخنه. طيب. انت بتدي اللعيبه للاهلي عشان انت قال لهم اه انا اهلاوي، حتى كلمت ساعتها قلت له يعني بوظنا مشروع عظيم، مشروع كبير، يعني خلاص كده يصعب عليك اصلا استكمال المشروع واستكمال حتى وجودك في النادي الاسماعيلي. فتجار المصلحه الخاصه والشخصيه دور عليهم تعرف ايه الحكايه. وبالتالي اعتقد انه اللي حصل تاني اهو، وسبحان الله انه نفس الرجل كابتن محمود الخطيب هو الذي يتولى اداره الموضوع مع واحد من عشاء الاسماعيليه ابا عن جد، هو المهندس ابراهيم عثمان، ويعود لشراكه احترافيه بحب. وما اجمل ان يكون الاحتراف باحترام ويتواجد معه نوع من الحب. عشان كده انا قلت صفقه محمود متولي هي صفقه فنيه اضافه للفريق، لكن الصفقه اللي اكبر من كده انا شايفها صفقه التعاون ما بين الناديين. طبعا نادي الاهلي قيمه كبيره في الكره المصريه، نادي الاسماعيلي قيمه كبيره في الكره المصريه، ودايما الناديين شعبيتهم كبيره، انا بعتبرهم قطبين في الكره المصريه، بما ان كمان الاسماعيلي والعربيه والافريقيه اول بطوله افريقيه دخلت مصر كانت من نادي الاسماعيلي لما فاز على الانجلبير في المباراه النهائيه، مازيمبي الان هو المازيمبي باسم المسمى حاليا الجديد. فبالتالي احنا سعداء بهذه الشراكه، والنادي الاسماعيلي لما يستفيد كمان بلاعبي النادي الاهلي احنا هنشوف كوره جميله وتعاون مثمر ما بين ناديين كبيرين، ده هيفيد الكرة المصرية كمان على المدى البعيد. أنا سعيد على العنوان ألا وهو العنوان ذاته، يعني إيه؟ الإسماعيلي أول، الإسماعيلي أول، هكذا تحدث الخطيب وقتها والكابتن حسن حمدي لما برضو قالوا الإسماعيلي أول. ما دام لدينا ملاءة من اللاعبين، ما دام سيكون هناك استغناءات، أنتم أولا، ثم يسعى الأهلي نحو أي نجم أولا يحتاجه، ثانيا عبر إرادة اللاعب وناديه وعبر الطرق الشرعيه، هي دي اراده اللاعب ونادي، اراده اللاعب ونادي. اقصى كده. شيء ممكن تعمله مع اللاعب انك بس تستشف رايه، تستشف رايه فقط، مش تغذي عنده فكره يلا بينا نمشي من هنا. وبالتالي هي فكره محترفه، هي فكره محترمه، هي فكره على مقاس المحروسه العظيمه دي، هي فكره تزكي جلسات النادي الاهلي وباقي الانديه تعد لها الان علشان يبقى في مشروع لائحه، محدش يبقى عنده لاعبين يعني بزيادات عظمى، لازم يبقى في دوريات محترفه وتسمى محترفه بترخيص احترافي وكذا. ده بدايه جيده جدا لامل في كره مصريه تستحقها مصر. اذا المكاسب ليست مكاسب في صفقات وتعاقدات، لا، المكاسب لها امور يعني فنيه وامور كمان معنويه في التعامل ما بين اداره النادي الاهلي وادارات الانديه الاخرى، وعلى راسها بالتاكيد اداره النادي الاسماعيلي. ده الشيء الابرز في التوقيت الحالي، تعامل مثمر ما بين اداره الناديين، التعامل بشكل مباشر مع اداره النادي الاسماعيلي. التفاوض يا استاذ عصام كمان طيله فتره طويله، ما كانش فيها اي تفاصيل، ما فيش فيها اي معلومات، في سريه في التعامل، في سريه في الاجتماعات، الى ان ينتهي او تنتهي هذه المفاوضات بالاعلان الرسمي صباح اليوم. ما هو ده اللي يهم المواطن العادي بلونه بقى،
مش مداخله لاعب او لاعب يتكلم او الاحمر والمواطن الاصفر يهمهم الاعلان عن الصفقه. يعني من الاشياء التي يجب ان تثمن ان النادي الاهلي لم ينتظر ليناير، وبالتالي كان يمكنه ان يقنع اللاعب بان الانتظار ليناير قد يعطيك اموال اكثر ما دمت لن ادفع للاسماعيلي، لكن بالزبط. اراد النادي الاهلي ان يعبر عن واقع الكبار، الا وهو ان انا اتي اليك لافيد واستفيد وتبقى المصلحه 50-50. هذا هو الاستثمار. الاستثمار كده، الحب يا اخي بين حبيبين كده 50-50، مش بس الاستثمار. وهنا تدرك النجاح. وبالتالي يعني لو عديتهم على صوابع اي طفل هيلاقيهم يعني قرابه الاربع شهور تفصل بين رقم يدفع للاسماعيلي، وهذا حقه في وجود نجم بحجم هذا المدافع الدولي، او تنتظر لتفوز به بدون هذا الرقم من المبالغ التي كان يمكن عدم دفعها، ولكنها لم تكن باحترافيه بقى بالظبط. ما هو الافضل انت تسعى لمصلحتك اولا، هو انا الافضل فلا تحدثني عن الكبار. بناء جسور ثقه ما بين ادارات الانديه، ما هو ده كمان. وهتحدث الكبير فيتحدث بكباره، اما اذا فعلها فلا تحدثني عن كباره، كلمني بقى عن منافسه وعن القفز من فوق اسطح المنازل وعدم الدخول من البوابات والكلام العظيم ده يعني. بالظبط بالظبط. عموما يعني شابوه لهذه الافكار في الفتره الحاليه، نتمنى استمرارها، ونتمنى استمرارها يعني. بالتاكيد ان شاء الله، والنادي الاهلي حريص على استمرارها، اعتقد انها تستمر ان شاء الله باذن الله بالاعلان النهارده وبالقيم المحترمة التي حدثت، وبأنه مش رئيس الناديين هم الذين خرج للإفصاء عن الصفقة، بل كل في منصبه تحدث في اختصاص. الله أهل الاختصاص حاضرين، وبالتالي يعني ربما حد ما ياخدش باله من دي، لكن دي فقرة مهمة أوي في كتاب الاحتراف أن يكون هناك أهل الاختصاص. البورد يخطط زي ما قلت مع حضرتك مرة، وإحنا نتمنى للكرة المصرية، ثم العاملين المحترفين اللي هم بينفذوا الاستراتيجي ده. اكيد بالظبط. طيب ده ملف الصفقات وصفقه محمود متولي اللي اعلنت صباح اليوم، وفي ان شاء الله الفتره القادمه يعني تفكير مختلف لقطاع كره القدم والقائمه عشان البطوله الافريقيه بكره غلق باب القيد الافريقي 31 يوليو. اعتقد ان ليله ساخنه يعني، ليله الاربعاء دي ليله ساخنه يعني. هنشوف الساعات القادمه ممكن تسفر عن ايه، لكن وفي بالزبط. القيد نفسه باذن الله. طيب ده ملف الصفقات وملف القيد. الموسم انتهى بمباراة القمة، مباراة الأهلي والزمالك، والأهلي فاز بهذا الدوري عن جدارة وعن استحقاق، فاز حتى بمباراة القمة في الختام رغم المباراة كانت تحصيل حاصل، لكن الأهلي بيؤكد جدارته بالفوز بهذه البطولة. تقييمك وتعليقك للموسم بشكل عام وإيجابياته وسلبياته يا أستاذ أصلا. لا هو في يعني طبعا سلبيات كتيرة جدا، أولها أكثر من الإيجابيات؟ طبعا إنه الموسم امتد يعني 362 يوم أو 363 يوم، يعني سنة إلا يومين ثلاثة يعني حاجة كده يعني، وبالتالي دي لوحدها فكاهة يعني. يعني ربما يعني مستر جينيز نفس صاحب الموسوعة ما يرضاش رغم إنه رقم، لأنه مش هياخد أرقام بالشكل ده يعني، أكيد ما يرضاش يضم الرقم ده. لكن طبعا الإيجابيات إن إحنا فزنا بجديد، ألا وهو تنظيم رائع لأمم أفريقيا، اهتمام غير عادي بالاحتراف، تزعموا وقادوا النادي الأهلي حين طالب بإنهاء الموسم حتى يجد اللاعبين وقت لالتقاط الأنفاس. قد يكون حدث لكنه لم يحدث بعد انتهاء موسم، إنما حدث بفاصل يعني بطولة أمم أفريقيا، ولأن بعض الأندية ما لديهاش لعيبة كتير فخدت أجازة نوعية. لكن طبعا كان الأقوى منه ده يبقى موجود، إنما بدأنا نضع أقدامنا على سلم ما يسمى بتنظيم بفان اي دي، بحجز أونلاين، بتأمين الملاعب عبر شركات خاصة، بوجود ممرات للاعبين، ميكسد زون، يعني هناك جديد. هي دي الإيجابيات الوحيدة تقريبا اللي ممكن ترتكز عليها وأنت تعد لموسم جديد. ومن ثم اعتقد انه في جلسه هتبقى في اتحاد الكره على راسها النادي الاهلي وطبعا والزمالك والكبار جميعا، واعتقد ال 18 نادي كمان، لوضع ضوابط يعني. وانا شايف ان الراجل اللي هو ثروت سويلم يعني النهارده كده ضبطته يتحدث مع بعض المسؤولين في الانديه عن ضروره انه يكون في فعلا لائحه تليق بالكرة المصرية، وانه مش ناوي يكون مع حد ضد حد. لائحة نظام اساسي للاتحاد ولا لائحة ايه؟ لائحة للدوري،
كيف تضع للدوري النظام، يعني يعني نظام اللعب، المسابقات، القيد، أول شكل الاستغناء اللي كذا، يعني عايز اقول لك انه بدا يعني وطالما هذه النيه موجوده وطالما تلمح الكبار موافقين وهيحضروا يبقى هو اللي هو ثروت سويلا بيحاول يصنع شيء، لدرجه ان انا قلت له انحاز لنفسك، يعني انا بقولها لك اهو، انحاز لنفسك لا تنحاز لاحد. قال لي انتوا الاعلام وانتوا شايفين انا ما حبيتش اخد التليفون بعيد، اجرى اكثر من مكالمه، كانش فيها اسرار، كانت الحكايه عن كده، عن ضروره ان كل نادي يقول اللي هو عاوز يقوله، وان نخرج بنظام جديد. حتى اعتقد انه كان ضمنها فكرة تكوين روابط محترفة وكذا، وأن الأندية ترشح حد من خارج مجلس الإدارة اللي هو طبقا لبند في لائحة اتحاد كرة القدم. وبالتالي برضو نقول بداية مشجعة، لأن على الإعلام أن يراقب بقى استمرار، وعلى الأندية أن تراقب استثمارها لهذه الفرصة، استثمارها لهذه الفرصة بأنها تضع يدها فورا في أيدي الكل، وبالتالي تلاقي ال 18 نادي بيولدوا جديد في نظام المسابقه ونظام القيد ونظام مش عارف الانتظار ونظام البيع ونظام الاعاره، نبقى نسخه دوليه او اقرب لنسخه دوليه. كنت اتمنى اللي حضرتك بتحكي ده يا استاذ عصام، كنت اتمنى انه يحصل من اسبوع 10 ايام، لان للاسف طلعت لائحه شؤون اللاعبين من حوالي اسبوع فيها حاجات هتبقى مؤثره بشكل سلبي على الانديه فنيا وماليا. ما انا كنت اتمنى ان اللي حصل ان الجلسه دي ممكن يكون فيها اصلاح لشؤون اللاعبين. انا اتصور ان ممكن يكون في اصلاح، انا عشان كده بقول لك يعني احتراما لسريات العمل كنت بخرج وارجع عشان الراجل كان منتظم في حوارات بينه وبين قيادات الانديه يعني، لكن اعتقد ان هناك ما يسمى جديد قد يطرا حتى عليها، لانه طالما لا تمد يدك في كتاب مقدس فكل شيء يمكن وارد. تطويره تغييره محوه، خلاص لا توجد نصوص مقدسة إلا الكتب السماوية يا زميلي العزيز. أكيد. طيب فوز الأهلي بالدوري، قبل ما نخش في موضوع اللوائح واتحاد الكورة والموسم اللي جاي، فوز الأهلي بالدوري عن جدارة وعن استحقاق. الأهلي فاز بالدوري نتيجة تخطيط تم سواء من أول الموسم أو في منتصف الموسم لما حصل بعض الإخفاقات، أو إنك كمان قدرت تعدل وتشتغل عشان توصل في المرحلة الأخيرة وفي الختام وأنت بطل للدوري العام. الوصف الدقيق عن جهاد، عن طموح، عن أن تثق في إمكانياتك، مش إمكانياتك المادية الملموسة، يعني لديك لاعبين وملاءة مالية وأجهزة فنية، لا، أن تثق أن ما وضعته من ضوابط هي الحل. لم يغير مجلس إدارة النادي الأهلي طريقه تحت سطوة احتياجه لمباراة، يعني لم يهادن في العقد اللي مضي مع جمهوره ومع جمعيته العمومية، وهو ليس عقد هذا المجلس، لا، عقد النادي الأهلي كاملا، وبالتالي لم يحيد كمؤسسة عن الضوابط الحقيقية، ان كل عيش لازم يبقى عند خبازه، وانه لا كلام فني الا للمدير الفني، وانه لا تخطيط الا من بورد مجلس الإدارة، وانه لا يمكن ابدا الاستعانة بمن لا شأن له الا في الهواية في حاجة فيها احتراف، وان المحترف يجب ان يتم إثابته او عقابه أو إنك تسأله على الأقل. وحتى لما حدث احتياج للجنة إضافية فنية لم يتوانى كابتن محمود الخطيب، وهو من هو في عالم كرة القدم، إنه فورا يأتي بكابتن دكتور شيخ طه إسماعيل وزكريا ناصف طبعا صديقي وزميلي العزيز وكابتن خالد بيبو، علشان يبقوا استكمال لدولاب العمل بالظبط. وبالتالي ده من وجهة نظري هو الإفادة، هذا هو ما عبر بالنادي الأهلي كل المطبات والفخاخ أحيانا ها التي وضعت في طريقه، سواء في البطولة المحلية أو حتى في بطولة أفريقيا التي كان يمكن للأهلي أن يكون أفضل لولا أنه ما كانش في ميكانيزم داخلي في المسابقة الداخلية. فاكر وقتها كنا مع بعض بعد مباراة سان داونز طبعا، والطريقة اللي تعامل بها إدارة النادي الأهلي أو الإدارة الحكيمة لقطاع الكرة في التوقيت ده، إزاي اتعاملت مع الملف ده على فترة شهر أو شهرين بعد مباراة سان داونز عشان توصل أو توصل لبر الأمان في التوقيت الحالي وانت بطل الدوري. قلنا وقتها خسارة بطولة إفريقيا للأسف كانت خسارة كبيرة وكنا كلنا زعلانين، بس قلنا إيه،
عشان المركب ما تغرقش وعشان ما نبقاش خسرنا كل حاجة، نتعامل بالمنطق اللي اتعاملت بيه إدارة الكرة في التوقيت ده عشان على الأقل تختتم الموسم وانت بطل الدوري وتبني عليه للمواسم القادمة. ما هو ده، عشان كده هذا هو الشأن الأهلاوي، بمعنى ان انت حين تحدث يعني مصادمة، لو تصورنا انك سايق العربية الحمراء دي وماشي بقى تحدث مصادمة، فعليك ان انت تنزل تقدر حجم الخسائر وتستكمل المشوار، ما تركنش بقى تولول جنبها، وما تجيبش واحد معدي كده بقول لك اي خدمه فتخليه يشوف الفانوس المكسور وهو مش كهربائي. وبالتالي انت تركز دايما على انك طالما انت على الطريق ستقاسي ربما في السفريه دي او في المشوار ده، لكن عليك ان تصل، واخد بالك؟ وبالتالي كان رهانك وانت بتكلمني وقتها بمنتهى الثقه، فاكر؟ وكنت بتتصور ان ممكن اقول لك يعني صعبه شويه، قلت لك بالعكس، طالما تراهن دايما على مؤسسة احترافية منتظمة أكيد رهانك صائب، رهانك في محله. ليه؟ لأنه في مش كلام ابن عم حديد، لا، في حاجة ممسوكة، في رولز، في قواعد للعبة تحترم، مش للعبة كرة القدم. ما هو ده اللي بقول حضرتك، لتاريخ الإدارة يعني للعبة الإدارة بالزبط. هو يحترم جدا جدا، هو دائما صانع الفارق. وبالتالي ما كانش يصعب ابدا ان جمهور الاهلي وجمعياته العموميه، انا اعتبر شعب الاهلي اولا طبعا وطبعا جمعياته العموميه، لكن ما كانش صعب عليهم انهم يصدقوا، لان هم عاشوا هكذا يعني نقول عليها مشاوير او سفريات صعبه يعني بالزبط. في عواصف بقى ورعد وبرق وحاجات كده، وكانوا دايما بيصلوا بالسلام وما بيأثرش معاهم مهما كان حجم ما يفقدوه في الطريق. كلمه السر وقتها، ساعتها كلنا قلنا كلمه السر الجمهور، وانت لسه في الملعب خسران بطوله افريقيا، الجمهور نادى الدوري اهلي طبعا. وغير كده هي محطات بس بنذكر بها الناس عشان نعرف في النهايه ان التتويج باللقب ما كانش لخساره منافس اخر او تعثر منافس او انت فزت المباراه، حتى لو كان بس انت الذي بنيت على فقد الاخر يعني. ما هو انا برضو علشان يبقى بيني وبينك 10 نقاط ثم استطيع ان انا اعوض، لازم انا ماشي في طريقي لكني مش منشغل بيك، مش هذا منشغل هو الاهلي طبعا. انما مرحب ان تفقد انت نقاط، ليه؟ هذا ما يعطيني امل فيه، مش ان انت هتخسر، لا، في ان انا طالما عندي هدف هحققه. وبالتالي هي عاده اهلاويه، هتلاقي اللعيبه حافظينها جيل بعد جيل، والجمهور حافظها جيل بعد جيل. الاب بيحكيها لابنه يقول له ده كان في كذا سنه كذا والاهلي والاسماعيلي وفاز الاهلي، كان في كذا والاهلي والاتحاد السكندري وفاز الاهلي، كان في كذا والاهلي والزمالك وفاز الاهلي مع فريق كان سابقه بكذا، كان في كذا والاهلي اجتهد حتى النهايه لكنه لم يفز وفاز الزمالك بفارق مش عارف ايه في مباراه للاسماعيلي واخرى للاهلي امام المحله مثلا. تاريخك نفسه هو حمايه لحاضرك، وهو ما يبص فيك فكره الاستعداد للمستقبل بالزبط. مش بس الامل، الامل وحده غير كافي، لكن الاستعداد انك تكون جاهز وبتدعم نفسك بكل ما هو تقني جديد، وثانيا بتضع كوادر. وشوف حضرتك المجلس من اول ما جه ازاي بيصنع كوادر شابه، اغلب اعم الاسماء لم تكن هي التي يمكن ان تعول عليها الجماهير بثقتها في كبار لهم اسماء طبعا، لكن بقوا هؤلاء الكبار حكماء، انما هناك رافد واكثر جديد في كل اداره من ادارات النادي الاهلي. وانا قلت لحضرتك انه كان الخط الرئيسي لمجلس النادي الاهلي الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب هو انه يعني مش فكر في عنوان بقدر ما استلهم عنوان عائله الاهلي. وكان اول بند لو انت فاكر ايه؟ القدره على استحداث ما هو جديد، وايضا ان يكون هناك ادارات محترفه، ادارات محترفه. وبالتالي دولاب العمل يمر من اي ضائقه، لانه لديه من يفكر، مش من يعني يحسبها ويقول لك يلا بينا، مش اللي شايفها يعني يتيجي كده يتيجي كده، لا، حسبه كامله ثم يحدث بقى ما يحدث، خلاص مش بتاعك، انت عملت اللي عليك. ايه الكلمه اللي تحب تقولها لجمهور الاهلي؟ لا، احب اقول له ان انت جمهور طبعا يعني جمهور بتصدق مؤسستك وهي لا تخذلك ابدا، وبقول له بقى كمل على اللي انت بنيته، وبقول له روح الملعب ووافق على الشروط، الشروط لصالحك، لصالح تامينك، لصالح الكثير من الاشياء لبلدك ولحتتكم كمان، مش بس للوطن الكبير مصر. وبالتالي يعني تعالوا مره يبقى للملعب اهدافه وللميادين اهدافها وللاحزاب اهدافها وللمؤسسات الخيريه اهدافها،
انتوا اللي حطيتوا ابدا ما خلطتوش الاوراق. يعني بقول لكم عيشوا يعني اهلاويه، لانه ده بيجلب لكم دايما السعاده وبيخليكم بين يعني باقي المنافسين. وعلى فكره هي فكره عبقريه وجميله على القهوه وفي الشارع وفي المدرسه، ويمكن لكل المغتربين بره فكره المناكشه دي. فانت بتسعد بقى انك انت كاهلاوي بتلاقي الفرصه دايما ان عندك يعني خشب السبق في الفوز او كذا، ده نتاج ان انت مصدق مؤسستك. لا، ورغم كل التحديات والصعاب اللي واجهها الاهلي ورموزه ومجلس ادارته، لكن بقى في النهايه ان جمهور النادي الاهلي كان خيره درع وسيف للنادي الاهلي وفيدر مساند للنادي الاهلي، ما استسلمش مثلا لاي شيء. ده دور جماهيري. هي بس جمهور الاهلي بيلعبوا صح. يعني زي ما قلنا الاداره محترفه حقيقيه، رغم انها محبه وهاويه لكنها محترفه نجاح، وبالتالي حتى جمهور الاهلي تستطيع ان تصفه بجمهور محترف حب وتشجيع، رغم ان احنا يعني السنه دي افتقدناه للاسف في مباريات محليه كتير. ما هو ده بقى وضع هو الذي يستطيع ان يصححه وان يكون البادئ وان يعقد هو مع جماهير الزمالك والاسماعيلي، ها يعقد الكثير من الجلسات. لازم يطمئن الامن العام، لازم لا يلقي بكره ذهب مشتعله. مش كلام عن جمهور الاهلي بقى بس، عن الكل. لكن ما دمت انت كبير، ها فعليك ان تبدا انت هذه المرحله من يعني فتح حوار مجتمعي للحضور مرات ومرات للملاعب بقى خلاص. لكن اقصد يا استاذ عصام المسانده الجماهيريه للاهلي على مدار الموسم، الفكره في حد ذاتها انك ممكن خرجت من البطوله العربيه. انت فاكر ايه اللي كانوا بيعملوا جمهور الاهلي؟ المباريات التي لا جمهور لها كانوا ينتظروا باص الاهلي على الطريق، فيجد لاعبو الاهلي انهم مروا بين 40,000 على مدار المسافه يعني مثلا. وبالتالي كانهم حضروا الملعب. انا فاكر في واحده من المباريات سمعوهم صوتهم من بره يا محمد في استاد القاهره لما كان المباراه بدون جمهور، فاكر؟ أيوة. سمعوهم صوتهم من بره وكانه يشاركك ها وانت جوه. على فكره دي كانت بتحصل لما كان الملعب بيبقى فل. انا فاكر رحت ماتش الاهلي وجلاد باخ، فما قدرناش نوصل قبل ما البند اتفتحت بين شوطين رغم ان الملعب كان مغلق. لكن كانت الجماهير تصر، وكنت سامع ضباط كبار وقتها بيقولوا ايه جمهور الاهلي ده؟ لو بيشجع من بره ومش شايف حاجه، ومش شايف حاجه صدقني يعني. وفي افريقيا وما حبوش يفرقوهم. ليه؟ لقوا الحاله منتظمه، مفيش حاجه ابدا يعني. بين الشوطين فتحوا ودخلوا الجزء اللي اصروا انه يفضل موجود. وبالتالي هي عادات حمراء الحقيقه ما تقدرش توصفها غير بانها عظيمه وناجحه بزياده يعني. بس انا بصفها ان ده جزء من النجاح. طبعا يعني جزء من نجاح الاهلي جمهوره، لان جمهور الاهلي ده مش جزء، ده ركن يعني. طبعا انا فاهم قصدك، لكن يعني عشان نوصفه بدقيق اللغه هو ركن من اركان النجاح. يعني اذا كان اركان النجاح اربعه هو الركن الاهم، او مثلث فهو القاعده يعني قاعده المثلث. الاهلي ملك جمهوره، قالها كل عظماء النادي الاهلي يعني. لو حضرتك فاكر يعني الى ان ها يعني ينهي الله الارض وما عليها وتبقى فكره الرياضه والانديه، هتلاقي في عالمنا ده لا، هو الاهلي جزء من تاريخه وحاضره ومستقبله هو قاعده المثلث النجاح، هي الجماهير الحقيقيه. يا اخي الجمعيات المهمه معترفه بكده يعني في كل العالم، لكن في مصر اول جمعيه معترفه بكده جمعيه النادي الاهلي التي شاركت الجماهير طموحها في انتخابات المجلس الحالي يا محمد. يعني ده كان اول عرض على فكره غير عادي انا سمعته وشفته بعينيا. الجماهير وتمر طوابير الجمعيه عند بوابه النيل في مقر الجزيره الرئيسي ويقولوا لهم احنا اصحاب حقوق معاكم. لا، واللفته الكبيره المعروفه العنوان القايمه الابرز القايمه القايمه الاهلي ملك لمن صنعوه، لمن صنعوه هو جمهوره ومشجعوه. ما انا بقول لك لا، اللقطه دي لقطه هتيجي سنين الناس تقولها، لقطه اختلاط الجمهور باعضاء الجمعيه والاختيار شراكه فيوافقهم الطوابير اللي انا شايفها اللي احنا شفناها اخر مره. ما انا بقول لك في الانتخابات اللي هي بدات معاها، واعتقد بالزبط. انها هتستمر. والاعجب ان اعضاء الجمعيه يوافقوهم ويبداوا يراجعوا الاسماء ويقولوا لهم قائمه الكابتن خطيب حاضر، وتلاقي يعني اللي ما بيردش بيعمل كده. وعضو الجمعيه اصلا هو في الاساس مشجع، ما هو يعني بالظبط. خلي بالك دي طبيعه اهلاويه اخرى بالظبط، هي طبعا مع الانديه الشعبيه بس الحقيقة. في الاهلي لكن لها وضع في الاهلي لها مذاق خاص لها كده. شكل خاص، بيعتبر ان الوجود ده وجوده هو، والمملكه دي مملكته هو. هو يتعامل انه مواطن وحاكم في نفس الوقت. يعني هو لا يرى في نفسه لا الحاكم الاوحد ولا المواطن العادي. هو بيرى ان هو خليط بين الحاجتين مع بعض.
طيب ده كان حق الجمهور، لان احنا واحنا بنتكلم عن نجاحات السنه دي والموسم الصعب اللي كان فيه تحديات كتيره، جمهور النادي الاهلي كان فصل مهم جدا من فصول هذا التحدي. لو احنا بنعمل كتيب عن موسم 2018-2019، ان الموسم ده تحديدا يا استاذ عصام لو عملنا له كتيب او عملنا له مذكرات او مجلدات، مجلدات هنحكي فيه قصص مجلدات هنحكي فيه قصص وحكايات. طيب الموسم القادم القائمه الافريقيه ان شاء الله بكره اخر ميعاد لارسالها، والنهارده في اجتماع لجنه التخطيط، هذا الاجتماع اللي كان مثمر جدا. وبالمناسبه انا عايز اقول على معلومه مهمه جدا، الاجتماع النهارده بدا الساعه 10 الصبح، مارتن لاسارتي والكابتن سعد الحفيظ حضروا الاجتماع ما يقرب من ساعتين الا 10 دقائق، ما حضرش نص ساعه وساعه وخرج او الكلام الغريب اللي طلع النهارده. لا، كابتن سيد ومارتن لاسارتي قعدوا في الاجتماع من الساعه 10، خرجوا بالظبط قبل اذان الظهر الساعه 12 الا 10، يعني قعدوا بالظبط حوالي ساعتين الا 10 دقائق، وتم فيها الاستقرار على القائمه الافريقيه، مناقشه فنيه مثمره جدا ما بين لجنه التخطيط مع الجهاز الفني، بيعرض عليهم ملاذيه طبعا بالظبط كده. وكمان القائمه المحليه في اتفاق على اجتماعات اخرى عشان يتم الاتفاق او نشوف يمكن عشان فيها وقت عشان لسه فيها وقت اصلا كمان، ده انت لسه لغايه 29/8 القائمه الاولى، ومستمر القائمه الثانيه لغايه منتصف سبتمبر، فيها وقت لسه في مساحه وقت. لكن القائمه الافريقيه 26 لاعب، والبطوله يعني بعد 10 ايام يوم 9 الماتش التمهيدي 9/8 او 10 او 11/8، ايوه احد يعني يوم من ثلاثه ايام 9 و10 و11 اغسطس، صح كده بالظبط كده. احساسك وشايف الشكل بالنسبه للبطوله الافريقيه القادمه، والاختلاف المره دي هتلعب تمهيدي لان عدد الانديه الافريقيه اللي هتشارك في البطوله اقل من المرات السابقه، فبالتالي عدد الانديه المستثناه او المعفاه من الادوار التمهيديه بقى 3 عكس ما كان بيبقى 5 و6 وكان من ضمن النادي الاهلي. صحيح بالظبط كده. خلاص انت امام يعني اشياء، الاهلي دايما برضو عنده ما هو منطقي يعني يعني مش هتقعد تفكر كتير احنا بنلعب تمهيدي ولا بنلعب من الدور اللي ما بعد التمهيدي زي ما كان بيحصل يعني، انما كل الحكايه انه لازم تبقى عارف ليه، وبالتالي اداره الكره الإدارة حين وصلها الشروط بتفهم إدارة الكرة عشان اللعيبة تبقى عارفة هي ليه بتلعب تمهيدي يعني. أكيد. ومن ثم أعتقد أنه لا الأميرة السمراء يعني هي بغية الجميع في النادي الأهلي، ما أنا بقول لحضرتك، وبالتالي لا هيبقى في اجتماعات وهيبقى في أعداد وهيبقى في حوارات وهيبقى في يعني اجتهادات وهيبقى في كل حاجة، لأن ما يتبقى الآن وكأن الأهلي لم يفز بها قبلا يعني. أعتقد أنه كأس الأفريقية أو كأس الأندية الأفريقية هذا الموسم هي مطلب أهلاوي جدا 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 يعني حقيقي. وبالتالي الكل سيعمل عليها بدلا من الجمهور، مش هقولك بدلا من الإدارة. ليه؟ لأن الحقيقة يعني وحشت الناس كلها، باتت مقياس الآن لعودة الأهلي للدوران يعني بصورة كاملة، الجماهير منتظرة بعد ما احتمل المجلس الحالي والنادي وجماهيره أشياء كثيرة، الحمد لله أن يعني جت بثمرة وفاز الأهلي أو احتفظ الأهلي بهذا الدرع اللي يشهد التاريخ عليه الحقيقة بين كل الدروع، يعني الدرع 41 هيبقى درع خاص جدا جدا. إنما لازال لديك طبعا كأس مصر وهي بطولة أيضا ما هياش عادية، إنما الأميرة السمراء بقى المرة دي لازم يبقى معاك مهرها ومعاك يعني معاك شوارها زي ما بيقولوا أهلينا يعني العربان، معاك مفتاح كواليسها، معاك شوارها كله زي ما يطلبوا بقى النياق الحمر، أي حاجة، دهب، ياقوت، مرجان، عرق، كل اللي انت عايزه. القارة الأفريقية مستنية عودة الأهلي لأمجاده من جديد في البطولة الأفريقية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي حتى في اجتماعاته الفترة الأخيرة كان دايما بيتشاور مع النادي الأهلي كأحد الأسماء الكبيرة في القارة الأفريقية، سواء في موضوع المسابقات، تراخيص الأندية، في اجتماعات كابتن خطيب حدك حضرها الفترة الأخيرة طبعا. لا طبعا. الأهلي دوره في القارة الأفريقية وطلب رأيه طبعا طبعا. دور الاهلي في افريقيا مهم جدا، وحتى الاجتماعات لما بيحضر فيها الاهلي 15 رئيس اتحاد ونادي كبير في افريقيا، النادي الاهلي من ضمن هؤلاء الاتحادات والانديه ليه دور مؤثر ما هو لانه هي في الاخر استثمارات الى جانب طبعا رفعه شان الكره الافريقيه التي باتت تتحدى الكره العالميه في كل الاحوال، وخبرات الاهلي في القاره يعني. كمان وبالتالي يقدر. انت تستدعي كبارك كاتحاد افريقي، تستدعي كبارك طبعا على رأسهم الأهلي كنادي ومصر كدولة، حتى ما يعني أحيانا نتعرض لهزات يعني كروية، إنما في الآخر تبقى أنت واحد من أهم الكبار إذا لم تكن أهمهم على الإطلاق. مزبوط. وبالتالي استدعاء النادي الأهلي لمزيد من استثمار نجاحات الكاف، لمزيد من استثمار البطولة، لمزيد من المكاسب
المادية والفنية. وبالتالي ده ظهور مميز للنادي الأهلي في 2019. أعتقد أن البطولة المرة دي يصعب أن هي تمر بعيدة عن قلعة الجزيرة. يعني القائمة اللي هتتأيد وهتعلن بكرة إن شاء الله هنستفيد بيها في مباراة التمهيدي دور الـ 32 وعدد من مباريات دور الـ 16 لغاية شهر يناير. مؤكد لغاية الإضافة. لغاية الإضافة في شهر يناير. رزنامة البطولة الإفريقية والأجندة بعد تحديدها بقى من أغسطس لمايو زي الدوري العام بتاعنا، ده ممكن يضيف إفادة للأهلي ويكون في إضافة للأهلي في البطولة السنة دي عن مناسبات سابقة؟ مؤكد خلاص التوقيت مناسب؟ انتظم التوقيت خلاص وهتقدر تعرف يعني أجندتك إيه وهتقدر تحط مواعيدك. الأمل بقى منعقد دلوقتي على جدول منتظم للمسابقة المحلية. الحقيقة بقى هذا ما سيدافع الأهلي لصالحه ولصالح كل الأندية، لأنه ما فيش حد يبقى صالحه لوحده هو الإفادة، بالعكس الصالح العام هو ما يفيدك. وبالتالي حين طلب الأهلي عدم استمرار اللعب كان للصالح العام للكل، ما كانش للصالح هو الواحد. وأثبت في محضر ما بعد الأمم الأفريقية أنه الأهلي كان على حق. صاحب حق، وعشان على حق ربنا كرمك بالفوز بالدوري. شوف السماء يعني أو جنرال توفيق يعطيك حين تستحق، عشان نيتك سليمة وتشتغل صح. أيوة بس أولهم تشتغل صح. لأنه بص أصلا ما فيش حد يشتغل صح ونيته مش سليمة. طب ما تشتغل صح إزاي وانت نيتك مش سليمة؟ انت عشان حاجتين، نية سليمة وبتشتغل صح. هم غالبا لا بتشتغل صح فنيتك سليمة، ما هو ما فيش حد يشتغل صح وهو نيته مش سليمة. ما ينفعش الاتنين يبقى عكس بعض. ازاي هتيجي ازاي؟ مش ممكن صح. لازم تبقى كده يعني على رأي عادل إمام. تمام. طيب على فكرة بالمناسبة احنا بنتكلم عن بطولة افريقيا، غالبا غدا ان شاء الله بنسبه كبيره، نسبه اكثر من 95% المحكمه الرياضيه الدوليه ستصدر حكمها في من سيكون بطلا لدوري ابطال افريقيا الاخير، او سيتم اعاده المباراه في الاسبوع الاول من شهر اغسطس. صحيح. قضيه الترجي والوداد قضيه يعني كشفت الكثير من عورات، يعني انا مش هقول الكاف الحقيقه، لكن اقول بعض يعني ما يسمى من هم بداخل منظومة الكاف يعني. واللي لازم بقى انه برضو يعني السيد كاف شخصيا يحس بقى انه كبير، وانه لازم يخلي اداراته من فساد عارم ويخلي فاسدين كثر من المنظومة يعني أكيد لصالح استثمارات كرة القدم. لان اكيد القرارات اللي اتخذت ان مباراة النهائي هتبقى مباراة واحدة، تطبيق الفار حتى في المباراة الإفريقية بدءا من أدوار أولى شوية قبل المباراة النهائية، قبل الثمانية كمان، أعتقد ده ممكن يعني إيه نقدر نقول إصلاحات. طبعا إصلاحات طبعًا. على مستوى إصلاحات تستحقها كرة القارة العظيمة دي الحقيقة. وبالتالي الاجتهاد ده مهم جدا، وأعتقد أنه ده جزء من مطالبة الكاف بوجود النادي الأهلي ومصر طبعا أكيد. بصفة دائمة، لأنه لديه دائما جديد، وكان أحد من يشكو مش المشكو في حقهم يعني كان أحد من يشكو من فساد يعني داخلي شوية في بعض المنظومة الحقيقة. وبالتالي لا رأيه ما أنا بقول لك رأيه يؤخذ بيه، عشان كده أخلي البعض يعني مش هنقولهم دلوقتي، أخلي البعض في الكاف من ضبطوا بفساد عارم يعني. تمام. عايز اقول لك يا استاذ عصام، في جلسات من المحكمه الرياضيه كانت في مناقشات مختلفه، يعني نادي الوداد حضر كان ليه مندوبين واستعان بكذا محاميه من سويسرا، نادي الترجي ايضا كان ليه مندوبين، والاتحاد الافريقي كان موجود للدفاع عن قراره، وتم الاستعانه بالاتصال المباشر مع كابتن فريق الوداد حكم المباراه بكاري جسامه، تم الاستعانه ايضا بمراقب المباراه اللي هو رئيس الاتحاد الموريتاني اسماعيل ولد احمد. بالظبط كده، كان موجود اصلا ايضا كمان في الاجتماع. وفي المفروض اكتر من قرار يعني متوقع، اولا الاتحاد الافريقي دفع عن قراره والمكتب التنفيذي ليه الصلاحيه ان ياخد القرار، نادي الترجي دفع ان الصلاحيات هنا في القرار مش في المكتب التنفيذي، وطلب ان البطوله تحسم لنادي الترجي. نادي الوداد قال ان ما كانش فيه تامين وما كانش فيه سلامه في المباراه وعدم يعني الاستعانه بالفار دون علمنا، واستعان كمان بتقارير الحكم والمراقب لان المراقب والحكم اكدوا ان نادي الوداد لم ينسحب، فبالتالي ده دعم. لا وانا قلت لك كده هنا على فكره، دعم انت فاكر قضيه الوداد، قلت لك شفت الاحتراف يعني الراجل يقول له انت انسحبت، يقول لهم لا لعيبتي واقفه اهي، ويعني حد واقف ايه عند الخط كده حاطط رجل جوه الجير ورجل بره الجير، فلا هو بينسحب ولا هو بيقول ايه يلا نلعب الا اذا جبتوا لي الفار. وفضل عند اصراره لما قالوا له هيا يا عمي الفار اشتغل، قال لهم طب نرجع للعب، قالوا له لا من اول جديد، قال لهم لا مش لاعب. هي المحكمه الرياضيه امام قضيه اول مره ممكن تناقشها، يعني يا اما
يعني ترفض استئناف الترجي، يا اما ترفض استئناف الوداد، يا اما اصلا كمان تطلب من الاتحاد الافريقي. القرارات المتوقعه بحسب واضح ان انت لديك يعني، بص القرارات المتوقعه في ثلاث في ثلاث قرارات متوقعين: عدم قبول استئناف الترجي والوداد شكلا، مما يعني ضروره تنفيذ قرار الاتحاد الافريقي المطعون فيه باعاده المباراه. يعني القرار الاتحاد الافريقي مثلا ده واحد. اثنين، عدم اختصاص اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي لاصدار مثل هذا القرار، مش من اختصاص المكتب التنفيذي للكاف ان هو يصدر هذا القرار، وبالتالي الغاء قرار اعاده المباراه مع احاله الملف من جديد للجان المختصه داخل الاتحاد الافريقي، سواء بقى لجنه الانضباط، لجنه المسابقات، هي اللي تقرر فيه. الاتجاه الثالث، قبول الاستئنافين شكلا وموضوعا، اللي هو استئناف الترجي والوداد، لكن بتاييد قرار اعاده المباراه بين الفريقين. الاغلب الاهم ستعاد المباراه. هو في كذا رؤيه وفي كذا قرار، لكن هنشوف في الساعات القادمه، لان القضيه دي على فكره هنستفيد بيها في السنوات القادمه. القضيه دي فيها ملفات قانونيه، اعتقد اعادتها هي ما ستنهي بنسبه 90% على الفساد وعلى الفساد كمان. المباراه لو اتعادت الفساد لن ياتي بنتيجه. المباراه لو اتعادت حسب معلوماتي هتبقى في غينيا الاستوائيه، وارد جدا، ارض محايده بعيده عن البلدين، طبعا عن البلدين ولو ان كان ده ضد التسويق يعني، لكن هم يعتمدوا على ان سخونه المباراه نفسها وفكره تكوين شركات السياحه لرحلات وكذا قد تدفع برضه جماهير تبقى موجوده، مفيش مشكله يعني، خاصه ان غينيا ايضا من البلدان اللي هي بلاد كوره يعني، ولسه منظمه كاس الامم مع الجابون، انا بقول لك كانت تجد لها يعني هوى بحضور او جماهيرها تجد هوى في حضور نهائي افريقيا. ويبقى كمان مثال او بنجرب فرصه ان المباراه تتلعب بمكان واحد او في دوله محايده، فالاتحاد الافريقي اتجاه ان المباراه تتلعب في غينيا الاستوائيه، ممكن ان هو عايز يجرب لما يجي يلعب بطوله افريقيا السنه الجايه. طبعا ما هنا بقى يعني الوصول لفكره تجارب احترافيه حقيقيه، ودي الحاجات اللي الواحد لما حد بيقعد يهيل التراب على الكاف، لا مش للدرجه دي، قد يكون هناك فساد او كذا، لكن الحقيقه هو الاتحاد برضه بيحاول يرتقي كل فتره بيحاول كده. بالظبط يحاول حل. هي كانت بالمناسبه شيء بالشيء يذكر، احنا بنتكلم عن الاهلي والبطوله الافريقيه، فجت سيره هذه المباراه، لان خلاص خلال ساعات الكل بينتظر نتيجه هذه المباراه. مباراه هامه وتهمنا، لان احنا اقصينا بفعل فاعلين في البطولات دي الحقيقه. ده حقيقي ده حقيقي. طيب الكره المصريه، اللي جاي في الكره المصريه يا استاذ عصام، وانا عارف طبعا حضرتك قريب جدا من المطبخ وقريب جدا من الكواليس، ايه اللي جاي في اتحاد الكوره؟ يعني هل في انتخابات ولا في جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل اللائحه، ولا في لجنه هتدير الاتحاد بالمعاونه مع المدير التنفيذي، ولا ايه اللي هيحصل؟ انا يعني بسمع ان هناك قد يكون 4 لـ5 اشخاص موجودين من الناس اللي عندهم يعني تجارب فعليه حقيقيه محسوبين على الاهلي والزمالك وفريق ربما كبير اخر، او قصدي يعني بره الاهلي والزمالك عشان فكره الحياديه مثلاً. وان كان ما بحبش الشكل ده يعني، الشكل ده كده بيودينا لسكك قديمه، لكن هو احنا الاول مين اللي هيجي يدير، بانتخابات ولا بلجنه، ولا الاول هنترجم الورقه اللي انا قلت لك دي اول اهتماماتنا، او هكذا يجب ان يكون. يعني ايه نترجم ورقه؟ يعني نجيب اي اتحاد في العالم ونقول يتكون مجلس الاداره من 6 افراد يكونوا بالانتخاب، الانتخاب يكون من عدد 18 نادي اللي بيلعبوا البريمير ليج، وبعد كده هؤلاء الـ8 اللي هيجوا يجيبوا رابطه محترفه عشان هي اللي هتبيع وتشتري، بينما اختصاص الاتحاد يعني مدير المنتخبات وفقط، المدير الفني للاتحاد عليه مراقبه الرخص، ونترجمها عربي. احنا ليه عايزين نقعد بسيطة عشان نعمل قعده عشان نحكي حكايه من اول وجديد؟ او واحد يقول لك طب انا عندي فكره، ايه رايكم بقى لو جبنا محمد وعصام يا عم وعملنا الدوري ده المطوشه تتلعب كل اسبوع ماتش واحد؟ ايه يا عم الجديد؟ طب ما هو العالم كله ممكن يكون بيلعب مره واحده. لكن لدينا فرصه لاعاده صياغه حقيقيه، الا يعمل واحد في وظيفتين، الا يعمل واحد في وظيفه ملتبسه، شيل ده من ده يا استاذ محمد ينجح ده وده، هغير لك المثل يعني، مش يرتاح ده عن ده، لا ينجح ده وده، شيل ده من ده ينجح ده وده. طيب هتتعمل لائحه ولا هيتعمل انتخابات؟ هتتعمل، بص حتى الان اللي داير في الفلك لغايه بعد الحج كده والاجازات ربما اللي داير في الفلك اللي هي اللائحه الحقيقيه، المدير التنفيذي. وعشان كده انا يعني بقى لي يومين 3 بعدي، فانا ايه مبسوط من اللي هو ثروت سويد بيحاول يجتهد مع الانديه، مع الانديه انها تضع نظام أساسي يخرج بيه الاول الدوري، فيبشر انه اللي هيجي هيبقى قدام نظام ثم لائحه ثم ثم ثم. واعتقد النادي الاهلي وباقي الانديه الكبيره
متوافقه معاه. خد مني بقى، بمعنى انه هيبقى فيه جديد، لكن اتمنى ان الجديد يبقى اللي قلت لك عليه ده اولا. طيب. نعمل نظام وبعد كده اللي يجي يجي، ليه مش هيقدر يخرج عن النظام؟ يعني الاساس النظام كده الانتخابات. طبعا انا مالي بقى، انما انت هتجيب لي ناس عشان يسموا الرابطه لجنه، وعشان نقول اصل الحاج محمود والحاج عصام والاستاذ فلان دول ناس احنا ضامنينهم. يا عم انا مش عايز حد انا ضامنه، انا عايز حد اعرف احاسبه، انا عايز حد معاه شهاده انه يقعد على الكرسي الاسمر، وواحد تاني معاه شهاده يقعد على الكرسي الموف، واحد تالت معاه شهاده ما يقدرش يقعد لا على احمر ولا موف، يشوفوا له كرسي اصفر وهكذا. مين هيختار المدير الفني للمنتخب؟ مين ايه؟ مين اللي هيختار المدير الفني للمنتخب؟ يفترض يعني اللي يختار المدير الفني للمنتخب نفس اللجنه دي بالاستعانه بخبراء، بس ده لما يحدد دور المدير الفني اللي اساسا لازم كان يبقى دوره مين اللي ينفع يدرب ومين اللي ما ينفعش. المدير الفني للاتحاد طبعا. ومين اللي معاه رخصه ومين، انا اسف، للاتحاد. ومين اللي معاه رخصه ومين اللي معهوش. بس ومين الوقت ضيق. الوقت ضيق، التصفيات في شهر 9 و10. لدينا ملاءه من الوقت. اللي هيجي يا سيدي الفاضل ده مش نادي عشان يعمل فتره اعداد. اللي هيجي ما دام يبقى جهاز محترم ومحترف هيلم افضل اللاعبين من الانديه بالاضافه للمحترفين ووجهه نظره فيهم، وهيعمل بيهم تكتيك عشان يلعبوا ماتش دولي. ما هو برضو دي الحاجات اللي احنا لازم نخرج بيها بجديد، ان كل العالم ما بيعملش الاستعدادات بتاعتنا الغريبه دي. خش بقى المعسكر واقفل يا جدع، لكن عايزين معسكر فيه التزام. ماشي، انما ما كله بيسلمك في 72 ساعه. هو انا ليه مش عايز ابقى دولي؟ وبعدين اللي عنده ملائة انه يلعب في افريقيا يلعب، بس بشرط يروح ويرجع في الزمن اللي يسمح له يلعب الدوري. تمام. ما راحش ولعب، ما يقوليش انا بلعب بيسو مصر سيبني شهرين ما لعبش. يعني قبل نهايه اغسطس هيتم حسم كل هذه الملفات؟ اعتقد يا ريت، لان الوقت ضيق جدا وعندنا شوف ملفات. شوف اراده الدوله الان. انا بقول لك انا بكلمك عن قرارات، بس اهم ما يميزها في مصر الجديده اللي دايما بقول لك عنوانها 2013 كل ميادين مصر. صح؟ صح. الإرادة أن يكون هناك دولة مش شبه العالم، دولة مصنفة زي العالم، وبالتالي أهم حاجة أن الدولة مش هتعمل زي دول تانية عايزة تسأل بيحبوا المدرب ده تو ولا مين ما بيحبش ده. لا، المرة ده هيقولوا عايزين نسخة دولية. الكلام اللي أنا بقوله لك، عايزين دوري يعتبر احتراف واستثمار، عايزين كرة قدم بهجة وأمن قومي وفي نفس الوقت أعلى مستوى. إرادة الدولة دي هي ما سيصنع الجديد. استاذ عصام شلتوت الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، نورتني وشرفتني وسعيد جدا بهذا الوقت. خلص بسرعه، الوقت معاك بيجري بسرعه. كل سنه وانت طيب. على فكره طيب. كل سنه وانت طيب تليق على الدوري السنه دي بالذات. يعني الناس ممكن تقول كل موسم طيب لما كان بيبقى في الاوقات اللي هي 6-7 شهور، لكن المره دي سنه حقيقيه بنحتفل بسنه ميلاديه الا يومين. شكرا، نورتني وشرفتني ودايما الحوار معاك ممتع والوقت بيجري بسرعه. شكرا، الله يخليك. كانت فقره مهمه جدا، ودايما بسعد وانا موجود مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. ويا رب قدر الامكان نكون وصلنا للمشاهد معلومات سواء متعلقة بالأهلي وأيضا باتحاد الكرة والجديد في الوسط الرياضي خلال الفترة القادمة. كل التوفيق للنادي الأهلي وجماهيره يا رب في الفترة القادمة، بطولة إفريقية، مشوار إفريقي إن شاء الله، الاستراتيجية والخطة اللي بيشتغلوا عليها في النهاية يكونها أو يكون ثمارها إيجابي، والفوز بالأميرة الإفريقية لأنها استعصت علينا حوالي 6 سنين وكده كتير قوي، لكن يا رب إن شاء الله الأهلي يكون بطل إفريقيا في نهاية أو في شهر يونيو عام 2020 خلال الفترة القادمة. بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق وكابتن أو نجم كمان منتخب الشباب والمنتخب الأول وصاحب تجربة احترافية في فترة من الفترات. شكرا والتقيكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.